كيف؟ في 7 صبايا جبدت تونسير ومضيفة الطيران تقال عليها بونيش الطيارات. انت كمضيفة انا ساعة باش نبدا من الاول، نبدا لك من الاول ديجا معناتها بور دير معناتها اللي يسمعوا فينا والمعنيين بالامر، يا با دو سو ميتي. اول حاجة بونيشة كما انت تقول تنصفنا، مش انا قلت لا كما انت تقول اللي قال تنصفنا في حشيك في الوسخ والخمج نتاعنا، فهمت؟ وسيد القومي خادمهم. وانا اذا كان حسب تعبيرك انت بونيشة في الطيارة، جو سوي فيغ دو لاتر، معناتها انا بونيشة في الطيارة و جو سوي فيغ دو لاتر، ما عندي حتى مشكل وما عندي حتى حاجة مقلقتني. معناتها تتقال الكلمة هذه كي تقولها هي ديجا كلمة بونيشة ما تتقالش لا على في الطيارة، لا تحت الطيارة، لا وسط الطيارة، لا في دار، لا في وفيت مشكل لو تون بيجوراتيف. وتنجم تتقال في سياق معين في سيناريو، اوكي، معناتها نقيدوا هذا على حرية التعبير والا الديمقراطية والا tout ce que tu veux. Bien que انا je suis pas entièrement d'accord mais c'est pas grave. معناتها faut pas ما نزميش كيما قال الراجل سامحني في الكلمة على البصقة نشدو فران، c'est pas grave. Mais là quand tu es sur un plateau et tu maintiens ce que tu dis, je suis désolé. معناتها لهنا بالنسبة لمريم استفزتك أكثر مريم الدبيغ في كدور وقت اللي قالتها في دور ولا وقت بررتها في التلفزيون؟ لا وقت اللي قالتها في دور ميم با معناتها جو سي معناتها شنو هي خدمتي ديجا، معناتها مش هي باش تعلمني ولا اكس ولا ايغريك، معناتها خدمتي معناتها الجانب اللي نراوه من مضيفة الطيران تجيب لك كاس ماء الى غير ذلك، هذاك سي لو فولي كوميرسيال اللي هما قبل راهو لي زوتيس دو لير نو فوزي با سا. مي من بعد كي تطورت الدنيا ولاو لي تراجي ولاو اطول وكل شيء، الناس مش باش تقعد ما تاكلش، بيان ايفيدامون لازمها تاكل، لازم انت بور لا كونكورونس وكل شيء انت شنو تقدم. كيما فما توا دي كومباني لو كوست اللي تشري مع هم الماكلة، احنا تونسيين نقدموا الماكلة، فهمت؟ سي سا معناتها اون كومباني اخرى بتيت تعمل مخير، فهمت؟ وديما الخدمات ما اكثر باش انت باش يجبدوك باش لي كومباني يجبدوك، فهمت؟ دونك فوالا. مي على باز سي دي سكوريست ابور، يا لو سكوريزم معناتها لو فولي سيكوريتي سوفتاج، معناتها انت tu es à bord معناتها en tant que secouriste، لا قدر ربي يصير اميريساج، لا قدر ربي يصير كراش، tu es formé feu في الطيارة، tu es formé un incident، واحد تخنق، واحد شرق، تحلو السكر، تحلو الدم، اتاك كاردياك، جو سي با. معناتها اقنعتك مريم الدباغ بالرد نتاعها؟ ما سمعتش الرد نتاعها، قالت انه مش مطالبه باش تقدم اعتذار، انا ما غلطتش، ولانه دور فني لا غير ذلك. معناتها والله تحب نقول لك حاجه، هو دور فني اون بارل دو فن، معناتها لا احنا غلطين، راه نبدلوا الحكايه، نحكيوا حكايه اي حكايه اخرى، نحكيوش على الفن تو، كي نحكيو الموضوع هذا ما نحكيوش على الفن. دور فني الدور عمل الدور ما نجموش نكونوا فنان، ما نجموش نكونوا فنانه ونحكيوا على الفن وقت اللي نجيو لرشدي بن قاسمي ونقولوا له شطه هذه ماهيش كلاس. دو، ما نجموش نحكيوا على الفن وقت اللي نقيموا فنان بسمنه وبضعفه. دو تخوا، ما نجموش نحكيوا على الفن وقت اللي اون تيان دي بروبو ديبلاسي في التلفزه.